سردار شريف ناشط في المجتمع المدني ومدافع عن حقوق الإنسان وحقوق الشباب السوري. حقيقة اليوم نريد أن نتحدث عن استمرارية هجرة الشباب السوري إلى خارج نطاق الخريطة السورية. إلى الآن هناك هجرة كبيرة جدا داخل سوريا من قبل الشباب إلى الخارج. الأسباب كثيرة، وأهم الأسباب هو موضوع إلى الآن ما زال مستقبل الشباب السوري هي إشارات استفهام، هو مجهول جدا. يعني إلى الآن الشباب لا يعلمون ما هو المستقبل وما الذي أمامهم من الأيام القادمة. فلذلك نرى أن هناك بشكل يومي هناك هجرة كبيرة عن طريق التهريب وعن طريق المهربين، رغم خطورة الوضع ولكن هي مستمرة لعدة أسباب، ومن أهمها تهميش الشباب بشكل كامل، عدم تسليط الضوء على أهمية دور الشباب في إن كان في السياسة أو في مستقبل سوريا أو في جميع الأمور التي أو الملفات السورية حقيقة. ولذلك إلى الآن الشباب هم بعيدين عن الأضواء، لذلك يختارون طريق الهجرة، لأن ليس هناك من أي أحد أو أي جهة أو أي ضوء يسلط عليهم وأي رأي لهم يؤخذ على محمل الجد أو يكون لهم أهمية من قبل جميع الجهات المعنية وجميع الجهات الموجودة في على الأراضي السورية. وإلى هناك أيضا الكثير من المخاطر والتحديات التي يواجهون الشباب على الأراضي السورية، فدائما يكون الحل في النهاية هو الهجرة، ويكون هناك معاناة في الحصول على آلاف الدولارات من أجل الوصول إلى خارج سوريا أو إلى مناطق في أوروبا أو في بلاد عربية. يعني هناك الكثير من الأهالي يقومون ببيع أملاكهم وأراضيهم من أجل إيصال من أجل وصول أبنائهم إلى بر الأمان، بعيدين الشباب حقيقة عن أي ساحة تحقق لهم الأمان والسلام، بعيدين الشباب عن أي ساحة يكون لقراراتهم دور كبير جدا في سوريا، بعيدين عن أي شيء يمس حقوقهم المدنية والسياسية. فلذلك دائما يكون الشباب حلهم الوحيد هو الهجرة، والهجرة ليست شيء سهل جدا، لها مخاطر. الكثير من الشباب السوري خسروا حياتهم في البحار، في الغابات، في الطرقات، في طريق الرحيل والرجوع إلى أوروبا وإلى بلاد أخرى. أوجه من كوني ناشط مدني سوري ومن فئة الشباب، أوجه نداء إلى جميع الجهات الحكومية والمحلية لاحتواء الشباب وإبعادهم عن العسكرة واحتوائهم وتحقيق مطالبهم حقيقة وتأمين بيئة مناسبة لهم وإبعادهم عن موضوع الهجرة. حقيقة نحن الآن أصبحنا في العام 13 من اندلاع الحرب الثورة السورية التي كان لها أثر كبير جدا على الشباب السوري، وهم من دفعوا الفاتورة الأكبر في هذه الحرب. الملايين من الشباب هم خارج نطاق سوريا، الملايين من الشباب خسروا حياتهم، الملايين من الشباب مستقبلهم مجهول إلى الآن. فأتمنى من الجميع تسليط الضوء على دور الشباب السوري، إن كانت جهات منظمات دولية أو محلية أو جهات أو دول عربية أو أوروبية. الشباب السوري هم بحاجة كبيرة جدا لتسلط الضوء عليهم ولاحتوائهم من قبل الجميع، فأتمنى أن يتحقق هذا الشيء في القريب العاجل.